الرسالة هي رسالتنا واحدة. العنوان الأمسية الموسيقية اللي احنا اخترناه اللي هي أمل محبة والسلام، هذه هي رسالتنا التي كانت قبل الأزمة وخلال في الأزمة وستكون أيضا في المستقبل. أهم شيء تحرير حلب، ونحن شو بدي أقول لك، يعني منفتخر بجيشنا العربي السوري. أنا حابة توصل رسالة المحبة والسلام لكل العالم، وكل العالم خلي يعرفوا السوريين كيف هنن بيحبوا الفن.